أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أعتذر للإخوة اللي قد يشاهدون هذه الحلقات في قناة المرابطون، أعتذر لهم عن نفسي، فأنا لا أعرف التكلف، طبيعتي أن أعيش حياتي بطريقة طبيعية، يعني بشكل أوضح الإخوة في القنوات الفضائية والذين يشاهدونها يحبون أن يكون المظهر أحسن مما هو عليه، ويحبون أن تكون الخلفية أحسن مما هي عليه، ويحبون أن تكون الثياب أحسن مما هي عليه، ويحبون أن يكون الرأس لا سيما إن كان مصلوعا كرأسي مغطى. فأعتذر لهم بأني في ليلتين متواليتين أبدأ الدرس وأنا لا أشعر أنه سيكون هناك تصوير، إنما شعرت بذلك في الليلة الأولى ثم ظننت أن الأمر منقطع. وعلى كل حال هذا اعتذاري، أرجو أن يتقبل. عندنا الليلة صورتان أو سورة وبعض سورة، سورة هود، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي الحديث كلام عند المحدثين، ولكن في بعض طرقه ما قد يقوي معناه. وقد ذكر بعض العلماء أن وجه تشييب هود والسور التي معها للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الاستقامة فيها، فالذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم هو حرصه على أن يمتثل أمر الله بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذا سيكون موضعا من مواضع تعليقنا، ولكن قبل أن نصل إليه نرجع إلى أول السورة. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة أن القرآن محكم مفصل، وذكر في موضع آخر أنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وإفادة للذين يدرسون خصوصا في التخصصات الشرعية. أقول إن الإحكام والتشابه يوصف بهما القرآن، ويوصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، لكن للإحكام هناك الذي هو صفة للقرآن كله، وللتشابه الذي هو صفة للقرآن كله معنى، وللإحكام والتشابه اللذان هما صفة لبعض القرآن معنى آخر. فالإحكام في هذه السورة هو الإتقان والتمام والكمال، فالقرآن كله محكم تام متقن لا خلل فيه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، لا في قصصه ولا في تشريعاته، لا في عقائده ولا في معاملاته ولا في عباداته، ليس في ذلك خلل، بل هو كله محكم ذو كمال وإتقان، وهو كله متشابه لأن بعضه يشبه بعضا، يشبه بعضا في هذا الإتقان، بعضه يشبه بعضا في هذا الجمال،
بعضه يشبه بعضا في تكرار ما يستحق التكرار وترك تكرار ما يستحق ترك التكرار، فهو متشابه نجد المعنى والمعنى الذي يشبهه في موضع آخر، ونجد القصة والقصة المشابهة لها في موضع آخر، ونجد اللفظ واللفظ المشابه له في موضع آخر، هو متشابه من هذه الحيثية. أما الإحكام والتشابه اللذان هما صفة لبعض القرآن فهما المذكوران في أول سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأم القرآن وجمهوره وغالبه محكم، بمعنى أنه واضح المعنى منزل للعمل والاعتقاد والفهم والتدبر. وهناك آيات ما كل إنسان يستطيع أن يفهم معناها، بل ربما لا يوجد من يفهم معناها أصلا، وإنما نزلت لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد يكون منها بيان إعجاز القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. يدخل في هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو عند بعض الناس يعلمه الراسخون في العلم فواتح السور المفتتحة بأحرف: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حا ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء ونحو ذلك. فهذه متشابهة بمعنى أن معناها لا يدركه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يدخل فيه أيضا صفات الله عز وجل من حيث كيفيتها، فإن كيفيات صفات الله لا يستطيع البشر أن يحيط بها ولا أن يعلمها، وما عنده فيها إلا التسليم والقبول والرضا. فالراسخون في العلم يقولون اتجاه هذه الآيات: آمنا به، أي بمحكم القرآن ومتشابهه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هذه فائدة يستفيدها الطلبة. انتقل إلى القصص الذي جاء في هذه السورة. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح وأطال فيها في هذه السورة أكثر مما أطال فيها في غيرها، وذكر الله سبحانه وتعالى سؤال نوح ربه سبحانه وتعالى أن ينجي ابنه. ونجد في هذا الموضع من السورة معاني مهمة، منها أن عاطفة الأبوة عاطفة قوية، وبالتالي فإن حق الآباء والأمهات لا يمكن أن يؤدى. هذا نبي ربي تربية الأنبياء، كون تكوين الأنبياء، ومع ذلك يكون منه هذا العطف نحو هذا الابن الكافر. الثاني حسن الأدب مع الله رغم الشدة، فنوح عليه الصلاة والسلام في كرب وشدة من عدم نجاة ابنه، ومع ذلك فإنه لا يخاطب ربه إلا بما يناسب ويليق من الأدب: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لم يقل له: يا ربي أحي لي ابني، ولم يقل له: يا ربي أخرج ابني من الغرق ونجي، إنما: ابني من أهلي في تصوري أنا، إذا كان المقصود بالأهلية الانتماء النسبي. وأنت لا تعد إلا حقا، وعدك حق لا يخلف، وقد وعدت أن تنجيني وأهلي، ومع ذلك فالحكمة حكمتك ولك الحكمة البالغة وأنت أحكم الحاكمين.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة ربما تكون شاذة، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح. إنه عمل غير صالح على كل حال ليس معناها أنه لا ينتسب إلى نوح. فزوجات الأنبياء لهن خاصية غريبة، أنهن معصومات من الزنا. لسنا معصومات من الكفر ولكن معصومات من الزنا، هذه خاصية غريبة. قد تكون زوجة نبي كافرة ولكن لا تكون زانية، وذلك صونا لفراش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هو ابنه من ناحية النسب، لكنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا جاءت العبودية الخالصة، العبودية الصادقة، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. والاستغفار من علامات هذه العبودية، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وجاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا قصص بعض الأنبياء كهود وصالح وإبراهيم، وذكر من قصة إبراهيم مجيء الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وأنه ظنهم ضيوفا عاديين وأراد أن يكرمهم إكرام الضيف. وفي هذه القصة نتعلم أهمية إكرام الضيف في شرائع الأنبياء وفي شريعة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مما نفهم به أيضا أهمية إكرام الضيف في شريعتنا وما أعطته نصوص هذه الشريعة من الاهتمام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوا يبشرونه بولده بعد أن بلغ من الكبر عتيا وظن أنه لا يولد له وأن امرأته عاقر. قالوا سلاما قال السلام. قال أهل العلم رد إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة، فسلاما بالنصب تشير إلى أن الجملة فعلية، أي نسلم عليك سلاما. وسلام بالرفع عليكم سلام جملة اسمية، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. والسلام الثابت المستقر أبلغ من السلام المحدث المتجدد. فما لبث، هذا محل الشاهد، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ما لبث يعني أنه جاء بإكرام الضيف بسرعة، جاء بالنزل الذي يريد إعداده للضيف بسرعة، ما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والذي جاء به أيضا من أحسن الطعام، فهو صغير البقر العجل، وهو حنيذ مشوي على الحجارة المحمى، الحجار تحمى حتى لين تعود بالغة درجة قصوى من الحمى، تعود نظيفة ومصقولة وينشو عليها اللحم، فلا يكون فيه وسخ ولا يكون فيه احتراق ولا يكون بعضه أشد نضجا من البعض، بل هو مستوي في النضج، وهذا من أحسن أنواع الأطعمة. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، لكن الملائكة لا يأكلون،
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. طبعا جاء في القرآن الكريم بعض التفاصيل لهذا الإكرام، منها أنه قربه إليهم كما في سورة الذاريات، يعني ليس هناك غرفة تسمى غرفة الأكل، هي ايش تقولون النصارى صلى أمان شيء والله شنو بعض هذا النظام الغربي، هناك غرفة مخصصة للأكل إذا حضر الطعام ينتقل إليها الضيوف، لا، فالأحسن والأكمل في الإكرام أن ينقل الطعام إلى الضيف ويقرب إليه لا أن ينتقل الضيف إلى الطعام. فقربه إليهم، أيضا عرضه عرضا لطيفا قال ألا تأكلوا، قال لهم كلوا، قال ألا تأكلون، فيها عرض وتحضيض. المهم هذا محل الشاهد في القصة، فإكرام الضيف مهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في آخر هذه السورة ما أشرنا إليه من قبل، وهو قضية الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم، لما سأل سفيان بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له بالإسلام قول لا يسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فاستقم كما أمرت، سر على الصراط المستقيم مستمرا عليها، مواصلا السير عليها، غير منحرف عنها يمينا ولا يسارا، وليكن معك أتباعك. ولذلك فإن من يريد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يستقيم ولا تطغوا، لا تتجاوز الحدود، الطغيان تجاوز الحد، فلا إفراط في هذه الشريعة، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الميل للظالمين والركون إليهم خلل في الاستقامة، بل مانع من موانع الاستقامة، لا سيما وأن الركون إلى الظالمين يؤدي إلى مقارنتهم، وكل قرين بالمقارن يقتدي. فالأخلاء يجذب بعضهم بعضا في أخلاقه وسلوكه ومعتقده، ولذلك فإنك إذا قارنت وخاللت وملت وركنت إلى غير الطيبين فإن استقامتك على خطر. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار. مما يعين على الاستقامة أن تستعين عليها بالصبر والصلاة، وقد ذكرهما الله تعالى في هذا الموضع، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طبعا ينبغي أن نعلم منهج الاستقامة، الاستقامة ليس هناك منهج للاستقامة غير ما أنزل الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء أن يستقيم، فمنهجه هو القرآن الكريم. وطبعا القرآن بيّنت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي، فالقرآن والسنة قرينان لا يفرق بينهما إلا شقي. فالاستقامة تكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استقام الإنسان على طريق الله فعليه أيضا أن يدعو إلى سبيل الله، ولذلك جاءت الدعوة والاستقامة مقترنين. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.
قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في نفس السياق: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مما ينافي الاستقامة اتباع الهوى، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذه بعض الإشارات اللطيفة الموجزة في موضوع الاستقامة. ننتقل منها إلى سورة يوسف، ولن نطيل فيها لأن قصتها ما زالت بقيتها أو جلها سنقرأه إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. لكن ما قرئ منها يدلنا على خطورة الحسد، خطورة الحسد. إخوة يوسف هناك قول أنهم أنبياء، اختلف في نبوتهم، ولكن هناك قول أنهم أنبياء، ومع ذلك وقع منهم الحسد. ولعله وقع منهم على القول بحسدهم بنبوتهم قبل النبوة، لكن حتى ولو وقع منهم قبل النبوة وحتى ولو لم يكونوا أنبياء فهم أولاد يعقوب، ويعقوب ابن من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. فالخير فيهم متسلسل، ومع ذلك حسدوا، وحسدوا أقرب الناس إليهم، وأداهم حسدهم إلى أن يتسببوا فيما يفعلوا ما قد يكون سببا في هلاكه، ألقوه في الجب في قعر البئر. الأمر الآخر الذي نشير إليه خطورة فتنة النساء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك فإن أوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لا بد من احترامها وامتثالها، وإذا لم تمتثل عرض الإنسان نفسه للفتنة. هذه الأوامر منها ترك الخلوة بالأجنبية، ومنها ترك الدخول على النساء، ومنها غض البصر، ومنها حفظ الفرج، ومنها سافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذه الأوامر وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في فتنة النساء. هذه المرأة لما ذهب زوجها في عمله حاولت أن تخلو بيوسف، ولولا أن يوسف عصمه الله سبحانه وتعالى لوقعت الفاحشة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت تدل على كثرة البيوت وكثرة الأبواب. التضعيف هنا يدل على الكثرة. وقالت هيت لك، تعال. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هنا يحاول البعض أن يتمحل في تأويل قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها. تأويل قوله وهم بها. الهم من يوسف ليس العزم على المعصية، فالعزم أمر آخر، وإنما الهم هو وجود الشهوة والدافع، وهذا يرفع مقام يوسف، إنه إذا لم تكن فيه شهوة أصلا تركه للمعصية لا يعد مزية. حد رواية ما يبغيها إلى تركها، ما والله ما فيه الشهوة أصلا إلى تركها بلا معنى. هي إنما تكون لها معنى حين يكون فيه الشهوة، يكون فيه الدافع، ومع ذلك يتغلب على هذا الدافع وهذه الشهوة بحب الله عز وجل وتعظيمه ومخافته. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن برهان ربه الإيمان بالله عز وجل وتعظيمه وتوقيره
أعظم في قلبه من أن يقع في المعصية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا دافع الله عنه كما يدافع عن الذين آمنوا، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك. هذا من كيد النساء، وهذا الكيد فيه جانبين، واحدة تريد أن تدفع التهمة عن نفسها وهذا عادي، فاجأها الزوج بالدخول وتريد أن تدفع التهمة عن نفسها، هذا أمر عادي. الأمر الثاني أنها اقترحت العقوبات التي تعمل ليوسف، قال أهل العلم إنها لم تقترح قد قتله، لأنها ما زالت تطمع أنها يمكن أن توقعه في حبائلها، إنما اقترحت عقوبتين، أن يسجن أو عذاب أليم. دافع الله عز وجل عن يوسف عن طريق شاهد من أهلها، هذا الشاهد القول بأنه صبي مستبعد، ليس لأن الله تعالى غير قادر تعالى عن ذلك، بل هو قادر على أن ينطق الصبيان، لكن لأن الطريقة التي تكلم بها هذا الشاهد تدل على أنه شخص عاقل، وأنه استعمل القرائن العقلية الصحيحة ليدفع التهمة عن يوسف ويردها على المرأة. هو الصبي إذا كان تكلم في المهدي وقال بل هي التي راودته، ما يحتاج إلى أن يستعمل العقل ويقول أنه إذا كان القميص مشقوق من الوراء فهي التي كانت تسحبه إليها، وإذا كان من الأمام هو الذي كان يريدها ويندفع نحوها وهي تدفعه عنها، لأنه مجرد نطق الصبي كافي. إذن الواقع الظاهر والله أعلم أنه شخص عاقل، قال له هي راودت، قال له هي التي راودت، والدليل على ذلك انظر إذا كان القميص مشقوقا من الوراء فهذا يدل على أنه هو الصادق وأنها هي الكاذبة، إذا كان مشقوقا من الأمام فهذا يدل على صدقها هي وكذبه هو. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.